بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. أنا معاكم، اسمي الدكتورة هدى الشيخ. هدرس لكم إن شاء الله، أو هنستكمل مع بعض، مادة مشكلات ضريبية معاصرة الخاصة بالفرقة الثانية من دبلوم الضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس. وإحنا كنا تعاملنا أو تكلمنا قبل كده عن مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلوا بالكم ان هذا الاتجاه هو اتجاه تتجه اليه الدول لتحسين اقتصادياتها، زي ما عملت دول في اسيا. مصر متجهة لموضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولاقى دعم من الدولة. هذا الدعم يتمثل في إصدار قوانين أو العديد من القوانين لموضوع تعريف الصغيرة والمتوسطة، وتم تحديد هذه المفاهيم ومدى مالي لها، وأيضا وضح المشرع الضريبي الصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتمثل في صعوبات تسويقية وإدارية، مثل بعض المشاكل التسويقية نتيجة لعدم قدرتها لتوفير انخفاض الإمكان، لتوفير ما تريد نتيجة انخفاض إمكانيات مالية لهذه المشاريع، مما يؤدي ضعف الكفاءة وأذواق المستهلكين، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وتأخر معلومات عن السوق المحلي والخارجي في تسديد قيمة المبيعات. طبعا احنا عندنا هذا الأمر بيحد من اعتياد على المنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدفع التقليد أو المحاكاة، وبيتم تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات المحلية أكتر من السلع أو المنتجات الأجنبية. طبعا المالك اللي بيجمع عادة أساليب حديثة في الإدارة يسود في إدارة هذه المشاريع نمط المدير، عدم اتباع السياسات المطلوبة منه، عدم وجود تخصص وظيفي، وظائف الإدارة والتمويل والتسويق بتكون أقل اهتماما عنده من وظائف المحاسبة والاقتصاد، مفيش برضو تنظيم إداري واضح المعالم. في هناك طبعا معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتعاني من مشكلات كنتيجة سجلاتها التجارية والصناعية، مما يؤدي طبعا إلى طول الوقت اللازم لإنجاز هذه الطبيعية. في برضو صعوبات فنية، وطبعا الصعوبات الفنية دي بتلجأ المشاريع إلى أو بتعتمد المشاريع على قدرات وخبرات أصحابها في العمل عادة، أو تطوير قدراتهم في المؤسسات الكبيرة، إلا أنها طبعا بتستخدم أجهزة معدات قد تكون لا تتناسب مع كبر حجم هذه المؤسسات، مثل الصيانة أو أساليب إنتاجية متطورة أو تحسين جودة اختيار المواد الخام التي تدعم مستلزمات الإنتاج. طبعا في مواصفات عالمية في الأسواق، كل دي حاجات اعتبارات ممكن تعوق أو تمثل صعوبة فنية. طبعا أهم نقطة هي صعوبة التمويل. طبعا صعوبة التمويل احنا عارفين ان التمويل إما تمويل ذاتي أو تمويل ذاتي أو تمويل خارجي عن طريق الاقتراض من البنوك، وإذا كانت المؤسسات لا توفر لها التمويل الذاتي وغير كافي لإنتاج أو دعم المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، فإنها ستمارس يعني ستقابل صعوبات كبيرة، وتضطر أن تلجأ إلى التمويل الخارجي وهو القروض. طبعا حسب حجم المؤسسة، فالمؤسسات تلجأ إلى القروض من البنوك في حالة إذا كان قرض متوسط أو صغير، وأيضا إذا كانت المؤسسة على مستوى أكبر أو مستوى أعلى أو حجم رأس مال كبير، فإنها بتحتاج إلى حجم تمويل خارجي أكبر، ودي كلها تمثل صعوبات للتمويل. طبعا التمويل ده مرتبط طبعا بالمصارف التجارية أو النظام المصرفي في مصر،
لدينا سواء منظومة قطاع عام ممثل في البنوك القطاع العام مثل البنك الأهلي اللي هي البنوك الحكومية يعني زي البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة أو البنوك الأخرى اللي هي بتمثل قطاع خاص مثل باقي البنوك اللي موجودة عندنا اللي هي سي أي بي و اتش اس بي اس وغيرها. بنلاحظ إن فكرة المشروعات الصغيرة أو دعمها تم تكوين صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة في بنك القاهرة باعتباره بنك حكومي ركز على الاهتمام بهذه المؤسسات أو الشركات الصغيرة اللي هي المشروعات الصغيرة التي تود الظهور في بيئة العمل في المجتمع المصري. طبعا قسم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ده قسم بيعتمد على عدة وظائف تؤهله إلى تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فعندنا بيكون لازم يكون عنده بعض الفنيين الموظفين اللي بيتفهموا المشاريع الموجودة في سوق العمل التي تدعم الشباب وتساعد على تحسين الاقتصاد جزئيا. طبعا في تقديم للتمويل المناسب والقروض اتاحت فرصة أكبر لنمو قاعدة جديدة من صغار رجال وسيدات الأعمال في الاقتصاد لدعم الاقتصاد. بتشجع قسم التمويل في البنوك يعني بيشجع قيام مشروعات صغيرة إنتاجية وخدمية لتكون دعامة وهدف وتدعيم لقوائم لما هو قائم من مشاريع كبيرة. طبعا الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفر فرص عمل متجددة للشباب والشابات، توعية للمستثمرين الناشئين بالتطورات المؤثرة في مجالات أعمالهم. طبعا احنا مزايا استخدام بقى قسم التمويل التجارية، هو طبعا مسؤول عن تمويل المشروعات ودراسة عمل دراسة جدوى للمشروعات اللي بتتقدم إليه بطلب قرض. واحنا عندنا طبعا مفاهيم كتيرة، بيعملوا تقييم للجدارة الائتمانية، بيشوفوا فيه ضمانات خاصة بالمتقدم لطلب التمويل منهم دعم المشروعات الصغيرة. بتشوف المشروع الصغير ده هل هو مشروع خدمي أو هو مشروع إنتاجي سلعي بيعود على المجتمع والبيئة بما يفيدها وتحتاج إلى دعم فعلا وتمويل. وهناك عديد من الاعتبارات التي تقوم بها البنوك. طبعا كان في توصيات كتير في عدة مؤتمرات، منها إن للنمو يعني لتدعيم نمو الاقتصادي وفقا للمفهوم الخاص بدعم وتنمية مشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم تدعيم صندوق التنمية الخاص بدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء إدارة متخصصة في تمويل أو اللي هو الكريدت الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك القاهرة، وعديد من الإدارات الناشئة داخل بعض البنوك من القطاع الخاص ذات رأس المال الكبير. التوجه العام في الدولة يتجه إلى تدعيم أولا مكافحة طبعا الفساد وما يستتبعه من إجراءات تؤثر على منظومة الاقتصاد بالكامل، وأيضا التوجه إلى التوسع والاستثمار. ولكن أحد أركان أو أحد محاور هذا الاستثمار هو تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طبعا في عديد من التوصيات بتقول إن المشكلات اللي بتقابل المشروعات يجب أن يتم مراعاتها والاستفادة من جميع الخدمات التمويلية اللي ممكن يحصلوا عليها.